اهلا بيكم، حلقه جديده من برنامجكم الحياه وحقها. وحشتوني قوي من الاسبوع اللي فات للنهارده. حاجه مهمه قوي عايزه اتكلم فيها. مع بدايه تكوين اسره زوجيه سعيده، الام بتتحول من زوجه لعضو مهم جدا في جنود المارينز. بقدره قادر كده الام بتتحول لزومبي في البيت، بيبقى كل اللي عليها ان هي بتزعق، وبيبقى شعارها انا وولادي والجيران وصوتي اللي موصل لحد فوق. ليه بيحصل فينا كده؟ وايه اللي غير الاسره وخلى الموضوع بينا بقى شد وجذب على طول؟ ده اللي هنعرفه النهارده معاكم ومعانا مع ضيوفنا. نبتدي بضيوفنا الاستاذه ايمان خليل، الدكتوره ايمان خليل استشاري التدريب. اهلا بيك يا دكتوره منورانا. اهلا بيك يا والدكتور دكتور محمود صلاح صلاح. خبير اعداد القاده. اهلا بيك يا تمام. دكتور. اهلا بيك. ايه رايكم في اللي بيحصل فينا كامهات ده؟ انا هتكلم على الامهات لسبب بسيط جدا، لان الابهات شايلين ايدهم من كل حاجه في البيت. فاحنا يعني هناخد كده الامهات عشان نحاول نهدي الاعصاب ونشرب 2 ليمون دلوقتي واحنا قاعدين، فنشوف الموضوع ده هيمشي ازاي. ازيك يا دكتوره؟ تمام الحمد لله. ايه اللي حصل جوه الاسره؟ فرق كبير جدا ما بين زمان وبين دلوقتي. ايه بقى اللي حصل؟ ايه يعني ايه اللي خلى الاسره زمان تحسي كده كان نتجمع الصبح كده ونفطر فطار هادي سعيد، كل واحد عارف المهام اللي عليه، كل واحد بيروح دوره ايه؟ فجاه كده دلوقتي بقينا عصر السرعه، كل حاجه عصبيه، كل حاجه بسرعه، مفيش حاجه مترتبه، في دايما زعيق وشخط ونطر، وانا اول الناس اللي بتعمل ده. صح. التوقيت ده كان فيه بركه، كان فيه حاجه يعني شيء من انواع التمسك بكل ما تحمله الكلمه من الترابط الاسري. دلوقتي بقى عندنا حاجه لعنه كبيره جدا اسمها السوشيال ميديا والتواصل الالكتروني بشكل عام. خلت ان الناس مش مترابطين، يعني كل واحد بالزبط. نبقى قاعدين كلنا في اوضه واحده بس كل واحد بس كل واحد ماسك الموبايل بتاعه وشغال مع نفسه، فكده المعلومات اللي عندي مش من خلال دور الاسره، بالعكس خالص من خلال السوشيال ميديا. احنا وصلنا لمرحله ان احنا بقينا بنعزي بعض على الفيسبوك، بنسال على بعض من خلال الواتساب، من خلال الفيسبوك، من خلال مواقع التواصل بشكل عام. ما عادش يعني دلوقتي حاليا نادرا ما تلاقي حد بيتصل بيكي ها انت اخبارك ايه عشان يسمع صوتك، بيكتفي بس لو انت اوكي بتنزلي بوستات مثلا على الفيسبوك فانت اوكي خلاص انت كده بخير. ولو اتصل بيكي بيبقى عايز حاجه. بالظبط، عايز مصلحه. بقول لك ايه يعني ازيك عامله اخبارك ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك على طول. بصي عايز مني خدمه. تمام. كان زمان رب الاسره كان بيحرص دايما على ان كل الاولاد، احنا النهارده هنصحى الصبح هنفطر مع بعض، مثلا هنقعد نقرا كتاب. ما كانش لسه التلفزيون ظهر في الثمانينات والسبعينات، او كانت حاجات كان معينه على فكره. يعني حتى ظهور التلفزيون كان برامج معينه، كانت حاجات معينه بتتفرجي عليها او بالزبط. احنا كاسره كنا مرتبطين بيها. تمام. يوم الجمعه مش عارفه عالم الحيوان، برنامج مصطفى محمود، حديث تاكسي السهره الساعه 8:30، بس حتى احنا حافظينها لحد دلوقتي. مسلسل الساعه 9، بعد كده كل واحد مذاكرتك، بتقري كتاب بالزبط. بتسمعي موسيقى، بتتكلمي مع اسرتك في بالزبط. اليوم بتاعك دار ازاي، ايه الصح ايه الغلط. كان زمان في تمسك قوي بحاجه مهمه جدا، الا وهي ان انا حريص ان انا يعني ايه زي ما بيقولوا كده اتدفى بالاسره. انما دلوقتي ممكن تلاقي الصبح مثلا، انا مثلا كطالب جامعه بس بصحى مثلا الصبح بنزل على جامعتي، مش مشكله مثلا اهتم بالفطار مثلا مع بابا وماما واخواتي. ماما مثلا تصحى الصبح، انا مثلا عندي مثلا النهارده هعمل ايه مثلا في يومي، هطبخ كذا، هعمل لكم كذا يا اولاد، مش عارفه ايه. زمان ما كانش فيه الكلام ده، كان زمان في موعد محدد للاكل، في موعد محدد لللمه، كان يوم الجمعه ده اليوم الرسمي لتجمع الاسره للعيله كلها. انما دلوقتي يوم الجمعه ده دلوقتي حاليا بقى يوم ان احنا، انا والله النهارده عندي شغل، والله مسافر في المكان الفلاني، ما فيش الكلام ده دلوقتي. او حتى لو خرجتي مثلا بالاولاد بيبقى الخروجات كلها يا اما مولات يا اما حاجات بالزبط. ما فيهاش فايده حتى للولاد ان انتوا تتجمعوا على راي، تتجمعوا على اكله، حتى انت لو خرجتي تاكلوا ايه كل واحد بيطلع برأي، كل بالزبط. واحد بيطلع مفيش. انا والله عايز اكل النهارده كذا، فيطلع اخويا يقول لي والله هكتب هاكل النهارده كذا، فخلاص الام حتى لما انت ما فيهاش تجمع، الام مش خاطر تريح دماغها اطلعوا كلوا بره. فبقى في حتى كمان حس على ان هو ايه، انا عايز اريح دماغي فخلاص. شكرا. حاجه تانية مهمه جدا، كان زمان البحث عن الماده ما كانش رقم واحد، انما دلوقتي في الاسره بسبب طبعا الوضع اللي موجود الاقتصادي وغيره وغيره، بقى البحث عن المادة من قبل رب الأسرة بقى هو رقم واحد. فبالتالي أنا نسيت دوري كأب ونسيت دوري كأم، فده بينشأ من خلاله أن أنا بطلع ابن أو بنت عندهم نوع من أنواع الفقد الأسري، الفقد النفسي، الفقد كمان الاجتماعي ما بين البشر. أنا اتعودت أن أنا ببقى قاعدة طول النهار، ممكن أقعد مثلا على السرير على لابتوب، أو أقعد مثلا في مش بكلم أصحابي، لكن أنا يعني ظاهريا أنا قاعدة وسط الأسرة. إنما من حيث
يعني الشيء العملي انا مش قاعده مع حد. ده برضو يا دكتور كنا بنشوفه دلوقتي في برنامج حلو قوي، يعني بيجي بدون ذكر اسم البرنامج، بس هو بيعمل ترابط بين الأمهات والأبناء، فيجي يقول لي مثلا يسأله سؤال للأبناء، ماما بتحب كذا، أو ماما بتحب لون كذا، أو ماما بتحب لبس كذا، والعكس مع الأم. بالظبط. بنكتشف إن فعلا لا نعرف حاجة عن ولادي، ولا ولادي يعرفوا أنا بحب إيه ولا فجوة. بكره إيه. إيه بقى سبب الفجوة دي؟ سبب الفجوة هو غياب الأصول، زي ما طبعا دكتورة إيمان كانت وضحت دلوقتي، وهو إن إحنا زمان كان عندنا أصول. زمان كان جدي لما بيعلم بابا كان بيعلمه الأصول، وبيعلمه إن أنت لما هتقابل الكبير هتعمل معاه كده، كان في قواعد ثابتة بنتربى عليها ما فيهاش تغيير. ممكن تكون دلوقتي موجودة في الصعيد، فلما تيجي تتعامل مع حد من أهل الصعيد تحس إن هو قديم. أيوه دقة قديم، دقة قديمة، بس تحس إن هو عنده قيم لسه ماشي ولسه شغال عليها، لسه مؤمن بيها. الفجوة دي لما حصلت جت فترة انتشر المسلسلات وانتشر الأفلام والميديا توتالي. الفجوة دي بدأت الأصول، بدل ما تيجي من الأب، لا يلا كلنا ناخد الأصول منين؟ من المسلسلات واللي احنا بنشوفه، سواء بقى السوشيال ميديا أو عن طريق الميديا نفسها، تلفزيون بالزبط. أو غيره. فكل واحد بقى يقيم الأصل من وجهة نظره الشخصية، فغاب الأصل. فلما غاب الأصل إيه اللي حصل عندنا؟ ظهرت الفجوة الحقيقية. لما ظهرت الفجوة الحقيقية بقينا احنا دلوقتي كل واحد هو احنا المفروض ان انا احترم الكبير. يا عم ما هو الكبير غلط، طب خلاص انا مش هحترمه. طب انا المفروض، لا انا عايز اقول لك ان هو مش كده كمان، هو مش عارف يعني احترم الكبير. بالزبط. يعني احنا كان زمان مثلا وانت قاعده وكبار بيتكلموا ما ينفعش انت تقولي رايك غير لما هم يخلصوا. دي حقيقة. لو الكبير قال كلمه ده سيف على رقبه الكل حتى لو ضد ارادتك. بالزبط. دلوقتي لا، انت في دلوقتي مناطحه في الكلام، وكل واحد متمسك برايه جدا، وكل واحد يقول لك لا انا مش لا انا اسمع كلامه ليه وملوش كلمه عليا. بالظبط. فليه برضو ده؟ هل ده نتيجه ان الاب او الام مع الجيل اللي طالع ده مش بيقولوا لا اسمع كلام عمك لما يقول لك كذا، او اسمعي كلام خالتك لما تقول لك كذا، او تيتا لما تقول كذا تقول لها حاضر؟ ده ما بقاش موجود عندنا بقى. لا ابني لا 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 انا مربي ابني وعارف انا ابني بيعمل ايه كويس قوي. بالظبط. فده اللي موجود. يعني ليه ده حصل؟ ليه النطه دي؟ ليه النطه دي حصلت؟ لان الاباء لما انشغلوا قوي في سوق العمل وجمع المال وان انا لازم ااكل ولادي، فقدوا ان هم يعلموهم وان هم يتعلموا. فلما الاب فقد ان هو يتعلم ويطور من نفسه، الابن بدا يشوف ان طب انا هاخد ايه من بابا، طب انا هتعلم ايه، طب انا هتعلم ايه من ماما. فبدا يحصل هنا حته المناطحه، طب لا بابا انا بتكلم صح، يا بابا انا بتكلم صح، يا ماما انا بتكلم صح. فبدات الفجوه هنا توسع شويه توسع شويه. زمان كنا الجد والجدود عموما كنا بنشوف ان هو عنده مكتبه كبيره، هو دايما مستمر وبيقرا وبيعلمك، بغض النظر عن مستواك الاقتصادي، وبيعلمك ايا كان المستوى الاقتصادي. ممكن تلاقي المستوى الاقتصادي منحدر او طبيعي اللي هو العادي، بس بقرا وبعلمك كل يوم، بدي لك قيمه كل يوم، بدي لك معلومه كل يوم، بدي لك حاجه كل يوم، بضيف لك حاجه مهمه انت بتقول ايوه بالظبط الله ينور عليك صح كده. فبتتعلم منها. في سلطه مهمه قوي اسمها سلطه المعرفه. سلطه المعرفه دي هو انك تاخد المعلومه وتطبقها. السلطه دي بتخليك تملك نفوذ ايا كان قدام مين، انت بيبقى عندك النفوذ ده قدام اي حد، انك بتعرف تتكلم او بتعرف تعبر عن نفسك او بتعرف تقول رايك صح، فاللي قدامك بيقدر ان هو يقيم الشخصيه اللي قدامه. يعني بالزبط. في مقوله دكتوره بتقول تكلم حتى اراك. بالظبط. سيدنا علي. دلوقتي احنا بقى عندنا، هل عدم التربيه في الاسره او عدم ان الاب والام هما اللي بيدوك القيم، ولا نتيجه ان انا ابدي قيم وبعلم؟ يعني انا بصلي فاولادي بيشوفوني بصلي بس ما بيصلوش. تمام. انا بزعق مثلا على اللي بيكذب وكذبه حرام، بس بيبقى فيه ساعات كذب. هل ده نتيجه انا بتكلم اهو بس برضو بيحصل العكس؟ ده نتيجه ان في حاجات تانية، عوامل تانية بتاثر معايا في التربيه اكيد، فانا مش قادره اوقفها، ولا انا مش قادره استغلها صح؟ خليني بس اوضح لك حاجه مهمه. طيب ممكن نجاوب على السؤال بعد ما ناخد التليفون ونقول الو؟ اتفضل. الو يا غاده. الو. مساء الخير، ازيك يا غاده؟ مساء النور، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ البرنامج منور بحضرتك ومنور الدكتوره ايمان. منور بضيوف البرنامج دكتوره ايمان والدكتور محمود. طبعا انا غاده خليل، اخت الدكتوره ايمان الكبيره. اهلا بيكي. اهلا بيكي، نورانا. اهلا بحضرتك. قولي لنا بقى يا دكتوره غاده، أيوة. بتلتزمي بالمعايير يعني التربيه الصحيحه في الاولاد، ولا برضو زومبي زينا كده بتقلبي برضو زينا؟ لا
لا والله ساعات بقلب مع ابني الصغير، انا عندي ما شاء الله 2 كبار وواحد صغير، ما شاء الله ساعات بيخليني عايزه اطفش من البيت برضه. اه كلنا والله احنا كلنا هنعمل رابطه. ربنا يخلي ايمان هي اللي بتحاول تعمل سبورت بقى وتهدي الدنيا كتير. اه يعني هي اللي بتحاول تسيطر على الامور. اه انا عايزه اقول لك ان هي حمامه السلام في وسطينا. يا ربنا يخليها تبقى حمد سلام برضو هنا في البرنامج، لان احنا كلنا هيطلع عندنا اسم بيت بعد البرنامج. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، شرفتينا باتصالك، ميرسي لحضرتك. ايه بقى يا دكتوره سبب الحاجه الفجوه اللي بتحصل دي؟ انا بعلم وبربي وبدي قيم وبدي مبادئ، بس ده برضو ما بيتطبقش عندي في البيت. طيب خليني بس اقول لك حاجه في الاول، في دراسه اتعملت في احد البلاد الاوروبيه، المانيا تحديدا، بتقول ان تكوين الشخصية الكامل أو بنسبة ما يقرب من 99% للطفل بتتكون في من أول 3 لـ5 سنين. تمام. من أول 3 لـ5 سنين. إحنا عندنا هنا في مصر قاعدة جميلة جدا للأسف بننفذها، بتقول إن بالنسبة لي الولد من أول ما يتولد لحد ما يتخرج من الجامعة هو لسه بالنسبة لي عيل، طالما ما جابش قرش زي ما بيقولوا كده بلغة البلد الأسرة. أه بالظبط، طالما لسه ما جابش قرش خلاص هو بالنسبة لي عيل، ما يعتبرش راجل. طيب تعالوا كده نعمل مقارنه ما بين مصر هنا وما بين بره، بيتعاملوا ازاي مع الشاب، بيتعاملوا ازاي مع الابن بشكل عام من اول ما ما يكون مثلا تقريبا 15 مثلا 15 او 16 بنفسه سنه ويبقى خلاص بقى نفسه. حد بيعتمد على نفسه بشكل بالضبط. كامل بالضبط. طيب حاجه في يعني في حاجه مهمه قوي، احنا ما يعني احنا دايما لما بنيجي نتعامل مع الطفل في الفتره دي من 3 لـ5 سنين تحديدا، لو انا مثلا هركب اي مواصله عامه فابني من 3 لـ5 سنين ملوش ان هو يقعد جنبي على الكرسي، فهاخده على رجلي. طيب نقول الو. طيب. نكلم اسراء ونشوف اسراء برضه هتقول ايه معانا. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك اسراء؟ الحمد لله تمام. اتفضلي، عندك اي سؤال خاص بالتربيه او بالقيم والمبادئ اللي اتغيرت في الاسره المصريه؟ اكيد طبعا. الاول عايزه ارحب بدكتوره ايمان، يمكن انا من اشد المعجبين بيها. ربنا يخليكي. طبعا دكتور محمود انا اتعلمت كتير جدا من حضرتك. شكرا. بس كان عندي حاجه، سؤال بسيط جدا. اتفضلي. هو الفكره ان انا من وجهه نظري ان انا اصلا ممكن انا سني اصلا في الـ20 تمام، بس بقدر يعني اشوف من وجهه نظري ان ممكن تكون المشكله ما بين الاباء والابناء هي مختصره في حاجه بسيطه جدا، الموهبه. ممكن تشوف ابنك او بنتك هو موهوب في ايه، قرب منه فيها، شوفه هو بيحب ايه. طب انا عايزه اقول لك يا اسراء، يعني بصي يا اسراء بقى يعني من غير قطع كلامك، انت ملاحظه دلوقتي ان معظم الاباء والامهات في الصيف على طول بيهتموا جدا بالولاد، بيحبوا يعني رياضه ايه، بيحبوا ينموا المواهب اللي عندهم. بالعكس، وعايزه اقول لك ان الفقره الثانيه معانا احنا هنتكلم مع اطفال عندهم مواهب عشان نثبت ان لا، الاسره المصريه بتهتم بالمواهب بتاعه الاطفال. بس برغم قرب السن بين الاباء والامهات، بس برضو في فجوه زمنيه بينهم. بالظبط. هو الفكره كمان ان كل حد شايف نفسه ان هو صح. بالظبط. لان هو فعلا كل حد على حسب البيئه اللي هو متربي فيها. بس من وجهه نظري تقدر تشوف نقطه ضعف ابنك او بنتك ايه، ومن خلال نقطه الضعف دي تقدر فعلا توصل لحل ودي ما بينكم انتوا الاثنين في اي موضوع ممكن تتناقشوا فيه. تمام. مظبوط. صح يا دكتوره الكلام؟ اه طبعا. نشكرك يا اسراء. هو تكمله بس لكلامها، هو في حاجه يعني في حاجه جميله جدا فكرتني هي بيها دلوقتي بالكلام اللي هي قالته، في حاجه اسمها المرونه الحازمه. ممكن جدا بما اني ام اعرف كويس قوي ابقى مرن جدا مع اولادي وفي نفس الوقت انا حازم. يمكن كنا بنتكلم قبل الهوا مع دكتور محمود، كان دايما يعني كان بيتكلم معايا فبيقول لي انا لما اقول لابني لا فيبقى هي لا، لما اقول لابني ايوه فيبقى هي ايوه، ما ينفعش ارجع في قراري معاه. وتحديدا في الفتره اللي هي اصلا بتكون فيها شخصيته، فتره المراهقه مثلا هي من اخطر الفترات اللي بتمر بيها الشاب حاليا. اول ما يعني اول ما تكتمل عنده فتره المراهقه بيبقى خلاص شاب او بيبقى خلاص راجل. حلو قوي تمام. بس هو في حاجه تانية كتير قوي من الاباء بيدخلوا في مبدا العند مع اولادهم، اللي هو انت هتعمل عليا راجل، انت هتعملي بقى نفسك كبيره عليا. ده على المستوى الشخصي بيعود بالضرر الشديد جدا على نفسيه الابن او البنت. فاحنا عشان كده من خلال يعني من خلال الدراسات اللي بتتعمل محتاجين دايما ان احنا ننزل شويه بمستوانا لكل ابن ولكل بنت، مش عشان خاطر احنا ايه خايفين مثلا منهم، احنا خايفين عليهم. فهي دي بالظبط اللي احنا يعني دايما في اي كورسز بنديه او في اي جلسات كوتشنج بنديها بنبلغ دايما الاباء، يا جماعه حاولوا دايما تنزلوا المستوى البنت او الولد مهما كبروا. حضرتك اكيد عندك خبره، بس السؤال
او دايما يعني دايما السؤال اللي بيطرح علينا، والله يا جماعه احنا لما كنا في سنهم ما كناش بنعمل كده. طب انا عايزه ارد بسؤال، حضرتك لما كنت في سنهم كان عندك نفس الخبره اللي عندك وانت دلوقتي؟ الاجابه اكيد لا. اكيد لا. الاجابه اكيد لا. طب يعني اتفضلي. لا لا اتفضلي. انا كنت هسال الدكتور محمود، هل المشكله فينا احنا كاباء ولا فيهم هم كابناء؟ السؤال ده مهم جدا، وده اللي انا كنت هعلق بيه كمان على كلام اسراء، فكره ان مين الغلط ومين الصح. كلنا شايفين نفسنا صح، ولكن للاسف هو الصح فينا هو اللي بيبدا ياخد خطوه تجاه الطرف الثاني. يعني انا النهارده شفت ان انا رايي هو الصح تماما. طب يا دكتور احنا معانا تليفون جاي ليك، نقول الو. الو. الو مساء الخير، اتفضلي. مساء النور. لو سمحتي، انا عندي ابني عنده 7 سنين، سنه اولى. تمام. وبيزول زمايله يعني في الفصل وكده، هو ما بيسمعش الكلام وعنيد جدا، وانا تعبت معاه حتى مقدمه له في نادي وكده، برضه تلاقيه واقف مش مركز في التمرين، كل تمرين يبقى معاك نين عليا كده. يعني بيعاند معاكي انت؟ قصدك بيعاند معاكي ولا هو حلو بره بس معاكي انت مش كويس؟ لا مش حلو معايا، مش حلو بره. الاثنين من ناحيتين. اه. طب دكتور محمود معاكي لو عايز يسالها، تسالها اي سؤال؟ لا لا تمام. هو اكيد اكيد هي بتتعامل معاه طبعا بعصبيه. اسمعينا طيب يا ايمان. هي قفلت تقريبا. في الغالب هي بتتعامل معاه بعصبيه زي كل الامهات. فهو رافض الطريقه دي من التعامل، فبيحاول يهرب من الطريقه دي ان هو يتعامل بطريقته. فهي اوريدي بتجبره ان هو يروح التمرين، فهو مش عايز التمرين. كل واحد مننا عنده هوايه وعنده حاجه هو حابب يعملها. لو مش الحاجه دي اللي انا بعملها ودي الحاجه اللي انا نفسي فيها، فانا مجبر عليها، فانا مش هعملها. مش هعملها حلو. طيب لو دي الحاجه هوايتي ومجبر عليها برضه مش هعملها كويس. مش هعملها. ليه؟ لان انا ربنا خلقنا كلنا عندنا انفراد، كلنا محتاجين نعمل اللي جوانا. يعني انت قصدك هي تقعد معايا مثلا وتتكلم معايا، انت عايز ايه؟ بتحب ايه؟ ممكن اقول لها مش عايز. ما انت عندك برضه العيال مستفزه. في يوم من الايام دكتور، العيال مستفزه. في يوم من الايام يعني هقول لك على موقف حصل مهم جدا. الموقف ده اتعلمت منه كتير. احد اصدقائي واحنا في ثانوي، تانية ثانوي، كنا بنلعب يعني، فاهمه؟ ده اللي هو داخلين لسه مش حاملين هم قوي الدراسه. فاحد اصدقائي والده قال له انا عايزك تذاكر يا ابني، ذاكر يا ابني ما تضيعش وقتك. قال له اقول لك على حاجه، انا مش هقول لك ذاكر تاني لحد ما تخلص. انا مش هقول لك ذاكر تاني. عايز تذاكر ذاكر، هتجيب مجموع لنفسك هيوصلك كذا بالظبط، هتعمل كذا. ركزي معايا في الحته دي. هيوصل لو جبت مجموع هيدخلك كليه كذا، فلما تدخل كليه كذا هتبقى في المكانه الفلانيه في المجتمع وهتشتغل بكذا. لو ما جبتش مجموع فهتدخل في المكانه دي وهتبقى وهتبقى وهتبقى، وادي مستقبلك هنا وادي مستقبلك هنا، وانت ليك حريه اختيار. الاثنين قدام وانت ليك حريه اختيار. حمل مسؤوليه نفسك. قسما بالله يا صاحبي يعني بيقول لي اقسم بالله ما قال لي ذاكر تاني لحد ما اخلص كليه الهندسه. من ثانيه ثانوي ما قالوش ذاكر تاني لحد هنا. الاب اللي بيقول الكلمه وبينفذها ده كده انت تحملت المسؤوليه شويه، حسيت ان انا في حاله خلل، لان حاسس ان انا مش مسنود. المسؤوليه بتاعتي انا لوحدي، فبدات اتحرك وبدات اشتغل، فبدات اجيب النتائج فعلا. طيب الجزئيه المهمه واللي انا كنت هتكلم عنها في بعد التليفون اسراء كمان، مين الغلط؟ خلينا نقول احنا كلنا صح، وخلينا نتفق ان كل الناس عندها طبائع شخصيات مختلفه. في 16 نوع و16 طبع من طبائع الشخصيات. ال16 طبع دول كل واحد فيهم شايف وجهه نظر، كل واحد فيهم بيحب حاجه، كل واحد فيهم بيكره حاجه، فهم مش متفقين. فلو انا النهارده من مقياس وجهه نظر معين او شخصيه معينه، ولا دلوقتي هي من شخصيه تانية، فانا لما هاجي اقول لها الصح او هقول لها الغلط هقول لها من وجهه نظري انا. بالظبط. هقول لها من وجهه نظري انا، وهي لما تيجي بالظبط تقول لي الصح والغلط هتقول لي من وجهه نظرها هي. طب مين الصح يا جماعه؟ تقبل الاخر كما هو بعيوبه ومميزاته، وانت تقدر تغير في العيوب، او يعني تاخد المميزات وتتعامل معاها وتاخد العيوب وتعالجها. بالظبط. لازم تتعامل مع ابنك او مع بنتك على انه فاهم من وهو عنده سنه، انه فاهم من وهو اقل من سنه، وتكلمه على انه فاهم وعلى انه كبير. انا بعمل كده مع بنتي، وممكن تكون زوجتي بتشوفني دلوقتي هي بتستغرب انت ازاي بتفهمك. فالفكره كلها انت ازاي توصل المعلومه، لان هو الطفل لو اتعاملت معاه لانه فاهم هيفهمك، لو اتعاملت معاه لانه مش فاهم مش هيفهمك. طب يا دكتوره، يعني برضو تعقيبا على كلام دكتور محمود، هل لو انا حملت ابني مسؤوليه هيبقى لود عليه، ولا انا بخليه يشيل معايا المسؤوليه فبديله كيانه؟
على حسب مهارتك وانت بتتكلمي معايا في مدى اهميه المسؤوليه. يعني مثلا بصي حبيبي، النهارده انت هتتحمل مسؤوليه الهوم ورك بتاعك كله، فالولد هيحس لا هو انا لوحدي. طب انا دلوقتي، هو على فكره يعني على فكره الاطفال في السن وهم لسه في المدرسه كي جي 1 كي جي 2 اولى ابتدائي الكلام ده بيبقى عندهم نسبه عاليه جدا 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 من الذكاء اكتر مننا احنا بمراحل على فكره. طيب انا دلوقتي بصي حبيبي، انت النهارده هتتحمل كل الهوم ورك بتاعك كله. طيب انا دلوقتي هبقى لوحدي، طيب انا لو غلطت الميز بتاعتي بكره هتضربني، طب خلاص انا هحاول ان انا ما اغلطش خالص. بالظبط، انا كده بعلي عنده انا هتحمل المسؤوليه كلها بتاعه الهوم ورك بتاعي، فلو غلطت هروح لمامي اقول لها بصي يا مامي انا عملت كذا كذا في الواجب، طب هي ممكن تساعدني تاني ولا لا. هل هو بيبقى خايف من العقاب ولا بيبقى عايز يسمع الثناء؟ الاثنين. الاثنين. هي الفكره بقى في حاجه في تحمل المسؤوليه، انت بتعرفيه مدى ان انت لو عملت كذا انت هتبقى حد برافو عليك حبيبي. على يعني على فكره كلمه برافو عليك دي ليها نفع جامد جدا جدا على اثر الطفل. اثر رهيب، برافو عليك، مش شكرا يا حبيبي، لا كمان كلمه برافو عليك اعلى كمان من شكرا. يعني لو هنرتبها نقول كلمه برافو عليك حبيبي وكلمه شكرا، لو جاب لي كوبايه ميه اقول له شكرا، مش انت على فكره فرض عليك تجيب لي. اي انسان مننا من يعني مهما بلغت درجه الحكمه بتاعته ما بيحبش اسلوب الحكم او اسلوب الامر. روح اعمل كذا، اعمل كذا، ده بالنسبه لنا احنا واحنا كبار بيعصبنا جدا. طب فما بالك بقى الطفل اللي ما عندوش حجم الخبره والحكمه بتاعتنا احنا واحنا كبار اهو. طيب في قاعده هنا بتقول بالنسبه لاسس التربيه للاطفال، بتقول ادراك العواقب لا العقاب. يعني ايه ادراك العواقب لا العقاب؟ وليكن ابني بيلعب في البيت وهو ماشي كده كسر ترابيزه، كسر فازه، رد الفعل الطبيعي بتاع اي اب او ام انت ازاي تكسرها، ازاي تعمل كده، اعمل ايه؟ بضرب او بشتم، بعمل اي حاجه. انا عايز اقول لك بقى، انا كان عندي مشكله ان انا حد منظم قوي، ما بحبش البهدله، فكان الاول بقى اولادي مثلا لو او حاجه او كده ممكن الدنيا تتقلب. فبقى هم دلوقتي لو دلقوا حاجه هم مش مرعوبين ان بتاع ده يتقدم، هم بيبصوا لي على رد فعلي، من رد الفعل. فانا بقيت ان انا عادي مش مشكله، طب شيلي، طب مش يعني بحقيقه انا احاول، لا لان اكتشفت ان انا كنت بعمله ده غلط. هو بيحاول يلبسوا غضبك. يعني هم مش عشان عارفين ان ده كان غلط او هم اتسببوا في اذى حاجه، لا هم خايفين من رد فعلي، مش مهم عندهم هم اذوا ايه او بوظوا ايه، هم عارفين. لكن هم لو ادركوا ان الحاجه دي باظت بسببهم هيحافظوا عليها. مش بس كده، ايه اهميه الحاجه اللي اتكسرت؟ ما هي دي بقى اسمها ادراك العواقب. الفوزه دي ايه لازمتها؟ احنا ليه جايبينها في البيت؟ عشان بنحط فيها ورد. اي ترابيزه مثلا عندنا وليكن اتكسرت، دي حبيبي انا بخليك تعمل مثلا عليها الهوم ورك، بناكل عليها، حاطينها مثلا زينه في الصاله، ايا كان اهميتها انا بعرفك بشكل متحضر حبيبي دي ليها اهميه. حاجه ثانيه اهم دلوقتي، احنا هنصلحها ازاي؟ انا بفتح عنده، انا بعمل له كده سبوت على حاجات معينه. طب هو يعني يا ماما ليه ما زعقتليش؟ ماما ليه مثلا ما ضربتنيش؟ لا ده ماما بتتكلم معايا، اذا انا هحاول اتحمل مسؤوليه علاج المشكله اللي انا اتسببت فيها. طب حاجه حلوه قوي بيتبعوها بعض الاسر، الحاجه اللي اتكسرت دي انا هاخد ولو جنيه حتى من المصروف بتاعه على سبيل المشاركه في علاجها. ده بالنسبه للولد يحس بأهميتها ويحس لا انا دلوقتي فرد من البيت، انا دلوقتي ليا جزء في البيت، انا مساهم فيه بمبلغ من تعبي، فانا هخاف على حاجه من مصروفي، فهخاف على حاجه. ده اسلوب جميل جدا. يا دكتور محمود، هل انا المفروض لما اجي يعني اعاقب ولادي او اديهم يعني اديهم ايه مكافاه على اللي عملوه، هل المكافاه تبقى ماديه؟ يعني مثلا ابقى انا مثلا لو سمعت الكلام هجيب لك كذا وانا جايه، هل ده صح؟ ولا من جنس العمل، ولا مثلا كلمات الثناء عشان معلمه؟ اصل انا سمعت مره يعني في مدرسه تقول لك لا لازم اللي عمل حاجه كويسه تديله قدامها مقابل، هيبقى مادي، فهيبقى هيطلع طفل مادي. بالظبط. طيب لو انا اديته كلمه ثناء او شكر، طب ما هو ممكن ما يبقاش مدرك كلمه الثناء والشكر دي، مش مرضيه عنده رغبته. مين حكم ان هو مش يعني ما ادركش معنى الثناء؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، في بند مهم جدا عند الاطفال بالذات، لما باجي النهارده مثلا زي كلمه برافو اللي كان بيتكلم عنها دكتور ايمان، الكلمه دي هل هي مهمه ولا مش مهمه؟ اكيد مهمه طبعا، مهمه فوق الوصف، لان هو حس انه عمل حاجه والحاجه دي عجبت اللي قدامه.
طيب الكلمة الأهم بدل الـ 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 الشكر المادي هو إن الجزاء من جنس العمل، فآجي والله أنت النهاردة عملت كذا، ساعدتني مثلا، ساعدك في البيت مثلا في غسيل المواعين. فالجزاء هنا إن أنا أقول لها، أقول لبنت، تقولي لبنتك أنا بشكرك قوي إن أنت النهاردة وقفتي جنبي وساعدتيني في كذا. هي كده عرفت إن هي عملت عمل كويس وعمل خير، وعرفت الجزاء بتاع العمل ده إن هي ساعدت ماما، فالموضوع كده مهم. لكن لو أنت غسلتي لي المواعين مثلا، أنا هديكي النهاردة كان نفسك في كذا فهدي لك كذا، دي هتطلع يعني أي حاجة بعد كده هتبقى بمقابل، ودي مش حلو. أنا عايز أقول على سر ناخد بعد المكالمة. ناخد بعد المكالمة بقى نسمع السر، نقول ألو. خلاص عرفنا السر. ألو ألو، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. اتفضلي. كلمة الدكتورة؟ اتفضلي. اتفضلي. لو سمحتي، انا معايا ولدين، انا عندي 6 سنين والتاني 4 سنين. انا بس مش سامعه كويس. ايه ولدين ايه معلش؟ سنتين والتاني الولد. اولادي. مالهم بقى؟ 6 سنين واربع سنين. 6 سنين واربع سنين. تمام تمام. ما بيسمعوش كلامي خالص. ده الطبيعي. ده الطبيعي صح. انا بتقالي احنا دلوقتي احنا اللي بنسمع، يعني احنا المفروض دلوقتي نطلع نقول احنا ما بنسمعش كلام ولادنا ليه، او كل واحد فينا يحكي تجربته مع ولاده بيسمع كلامهم ازاي. ما بيسمعش كلامي خالص، يعني ضرب مش نافع، اي حاجه مش نافعه معاهم خالص. اتعامل معاهم ايه؟ بتعاقبيهم؟ بتضربيهم؟ كتير خالص. نعم. بتضربيهم؟ بضربهم كتير خالص. كتير خالص. بتضربهم على فكره دلوقتي كارثه. بضربهم كتير خالص. انت عايزه ايه تاني؟ خلاص انت جبت مفيد. خلاص انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ الو لسه معانا؟ اتفضل الدكتور عايز يسالك. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. حضرتك عايزاهم يسمعوا كلامك ليه؟ عايزاهم يسمعوا كلامي يعني. لا ليه 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 ليه؟ والتاني يروح الحضانه، يعني رافضين يروحوا مدرسة، شقاي ما بيسمعوش الكلام. طيب اسمعينا الدكتور هيرد عليك. مسيطر. ايه؟ ايوه اعمل معاهم ايه؟ مش عارفة. حاضر. هنرد على حضرتك. هنقول لك. حاضر. لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر، يعني انت اصلا مش مسيطر على اولادك، مالكش حق السيطرة عليهم ولا حق الهداية، انت ليك حق الارشاد. ارشده وسيبه هو يعمل اللي هو عايزه. وتأكد إن ده أنجح أسلوب تربية قائم حتى الآن. عايز تزرع عنده قيمة، دي هنتكلم عنها بس بعد ما أتكلم في السر ده، لأن ليها جزء لوحده القيمة وإزاي تزرع القيمة والتفاصيل دي كلها. بس خليني أقولك على سر. أنت النهاردة سواء كنت الأب سواء الأم سواء الإبن سواء أي حاجة، أنت محتاج بتتعامل مع الناس، ففي حد بيتعامل بالمثل. في أربع طبقات أو 4 درجات. في المعاملة بالمثل، يعني حد بيعاملني كويس أنا هعامله كويس، بيعاملني وحش هعامله وحش. تمام. طيب في دي طبقه كويسه. بس في طبقه ارقى منها شويه، اللي هو انا بتعامل مع الشخص بما باللي حابب ان الناس تعاملني بيه. يعني تمام. عامله الناس بما تحب ان يعاملوك بيه. حلو. فدي طبقه ارقى شويه، يعني حد مثلا انا خارج وقفلت الباب، يعني انا خارج وحد خارج قدامي ففتح الباب وراح سايبه، فانا رجعت قفلته، فهو تمام. ممكن ياخد مني بالظبط. حد تاني خارج، حد تاني خارج بقى من ورايا وانا ماسك الباب، مش هعمل زي اللي قدام عمله معايا. لا، همسك له الباب لحد ما يعدي. طيب الطبقه المرحله الثالثه، عامل الناس بما يرضي الله. يعني دايما بتراقب ربنا في معاملاتك، والله انا المعامله دي هترضي ربنا ولا مش هترضيه. فدي مرحله اعلى كتير قوي. في بقى مرحله هنا كنز، عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله. أنت عايز ربنا يعاملك إزاي؟ عامل الناس زي ما أنت حابب أن ربنا يتعامل معاك. دي مرحلة وطبقة أعلى بكتير قوي في المعاملات. هتبص تلاقي الأب مرتاح جدا في المعاملات، لأن هو مش شايل هم أن أنا لما بعامل ولادي عايزهم يعاملوني زي ما أنا بتعامل. الأم نفس القصة، الأولاد وأنا بتعامل مع أصحابي وأنا بتعامل مع أخواتي وأنا بتعامل مع أهلي وأنا بتعامل مع الأقارب، بتعامل زي ما ربنا، زي ما أنا عايز ربنا يتعامل معايا. تخيلي حجم العطاء هيبقى عامل إزاي. فالموضوع هنا بيختلف. طيب ناخد أم محمد نشوف رأيها إيه في الكلام ده، ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أم محمد، وأهلا بأهل كفر الشيخ كله. أهلا بحضرتك. أهلا بضيوفك. اتفضلي. أهلا بيك. أهلا بيك. أنا كنت عايزة أسأل، محمد عنده 6 سنين بس عنادي قوي قوي قوي. عنادي برضه الحلقه النهارده عن العند. خلاص. وانا بعاقب بالضرب. بالضرب؟ ما لازم يعند، ما هوش كده بيعند. طيب هو ولد وحيد؟ لا، في جوز بنات تانيين بس هو الكبير. هو الكبير وهما الاثنين اصغر منه.
شايف ان انت بتهتمي باخواته اكتر منه شويه يا محمد؟ البنت الوسطانيه الثانيه البنوته الصغيره عندها 5 شهور لسه صغيره، بس الثانيه عندها 3 سنين، فهو حاسس ان احنا بنحبها شويه وبنهتم بها شويه. هو الولد الوحيد؟ هو ولد واحد على بنتين، والبنتين 3 سنين و5 شهور، وهو 6 سنين. تمام. طيب حد عايزه تساليها حاجه؟ لا لا خلاص. طيب اسمعينا يا محمد. حاضر. برضو من ضمن الغلطات اللي بنقع فيها كلنا كأب يعني كآباء، ان انا اول طفل بيبقى واخد كل مجهودي وكل تعبي وكل حاجة انا بعملها، البكري البكري، وبعد كده ما بيجي طفل تاني انا مش بهمله، بس انا بدي للتاني نفس الدور، فغصب عني الدور بتاعه بيقل شوية في الاهتمام، هو بيفتكر ان انا اهملته عشان انبهاري بأخوه. حلو، هقول حاجة على حاجة. انبهاري بمشاعر الأمومة راح، انا جربت كل حاجه كأم مع الطفل الاول، فاوكي انا هعيد تاني نفس المشاعر ونفس الحب ونفس الاهتمام ونفس العطاء، بس مش بنفس قوه الطفل الاول. طيب اخر حد كان بيتصل، ام محمد. ام محمد هي بتقول ان هو الولد الوحيد. هو انا بصراحه استغربت، لان هي يعني المفروض ان الولد ده يبقى مدلل اكتر من البنتين. هي بتقول انا، هي بتعاملهم هم اكتر من الولد. طيب هو حضرتك منتظره ايه؟ ما هو طبيعي لازم يعند لسبب. انا دلوقتي قاعد في مكان في ناس كتيره جدا بيتعاملوا كلهم مع بعض، بس انا الوحيد اللي منبوذ، انا الوحيد اللي ما فيش اي حاجه، فانا هحاول تلقائي ان انا احاول الفت الانتباه. الفت الانتباه بعندي بالظبط، بعندي او باي اسلوب اخر يعني. طيب هو بس في حاجه انا عايزه اتكلم فيها طبعا. طب ناخد التليفون ونكمل. اتفضل. قول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزه اتكلم بالدكتوره لو سمحت. اتفضلي معاكي. يعني ملوس. اتفضلي يا سامعاكي، اتفضلي اسالي السؤال. ابني لو سمحت يعني هو عنده 11 سنه. تمام. وكبر بقى وكده، بقى لي شخصيه كده، وكل ما الاقي فلوس 2 جنيه ولا حاجه ولا 5 جنيه يقوم واخدهم من غير منع. فجاه لقيته بساله بقول له ما خدتش حاجه، قلت له انت خدت. قلت له انت خدت؟ قال لا ما خدتش. وقلت له طب انا هعرف ان انت خدت حاجه ولا ما خدتش؟ ودلوقتي بقى عاوز يرد وعاوز عاوز يبقى له كده شخصيه كده. طيب انت عامله له مصروف خاص بيه ولا هو يعني؟ لا عامله له، بيروح المدرسه عامله له، هو اخته برضه عندها 8 سنين وعامله الاثنين زي بعض. عامله لهم الاثنين زي بعض. بيكفيه طيب المصروف ده ولا لا؟ انت شايفه ان يعني المصروف ده كافي؟ هو ما باخرش عنه حاجه، يعني مثلا حد كذا، حاضر خد اتفضل خد كذا مش عارفه ايه وكده، بس انا مش عارفه اعمل معاه ايه بصراحه. طيب وانت بتتعاملي معاه، بتتعاملي معاه ازاي؟ طيب بتتعاملي معاه ازاي؟ بصراحه انا بضربه ومبهدله، ويعني ما بعرفش اكلمهم مثلا، مش مزيفاهم ولا كده. حلوه برضه. يعمل اي حاجه عاوز اضربه بشخط فيه. طيب يعني جربتي طيب تعرضيه على اي دكتور نفساني؟ يعني هو فين بقى؟ معلش انا خدت الفلوس اللي انا قلت له انا هعرف انت خدت ولا ما خدت، ما الا انا خدت بس ما تضربنيش غير بصراحه. تمام. تمام، يعني هو اعترف ان هو خد، بس هو ما يقصدش بدافع السرقه، هو كان عايز حاجه فاضطر ان هو ياخد الفلوس عشان يكمل احتياجاته، صح كده؟ بيبص ايه بقى؟ بيقول لي صحابي بيصرفوا. قلت له ما تبصش لحد، واحنا كل واحد يمشي على ظروف. تمام. طيب بس انا قلت له ما رضيتش اضربه اصلا، قلت ما اخترت بصراحه انا عملت اعمل ايه. طيب اسمعينا وهنحل لك المشكله ان شاء الله. من ضمن المشاكل برضو ان ممكن الطفل اللي عندك يبتدي ياخد حاجه هو مش قصده يسرقها، بس مثلا يفتح شنطتك يطلع حاجه منها من غير ما يستاذن. مثلا شاف مش عارفه ايه محطوط فخده هو نازل، وانت ما تيجي تسالي ممكن يقول لك ان خدته وممكن ما يتكلمش. هل دي بترجع هو عايز يسرق، ولا هو بيلفت النظر لسلوكه، ولا هو بيعاند او بيعاقب الاب والام بطريقته؟ ده نوع من انواع الاحتياج. هو محتاج، هو بس شايف مش محتاج ماديا، ولا محتاج كاحاسيس وعواطف الاثنين وعلاقات؟ الاثنين طبعا بلا شك. بالنسبه للاحتياج المادي هو شايف ان المصروف اللي معاه مش كافي، حتى لو الام او الاب شايفين ان ده بالنسبه لهم كافي. تمام. بس هو يعني هي دلوقتي هي بتتكلم، قالت كارثه، قالت ان هو يعني بياخد فلوس يعني، والمبرر بتاعه ان هم اصحابه بياخدوا بيجيبوا أكتر حاجات اكتر منه. ده نوع من انواع خلل في التربيه. انا ما زرعتش عند ابني قيمه حبيبي احنا لينا ظروف معينه، لينا ظروف معينه، ولازم يكون عندك من جوه حاجه مهمه جدا اسمها القناعه النفسيه. القناعه النفسيه بكل حاجه عندي، الرضا. اول ما ترضى انا اوريدي يعني خلاص، بعد كده لما تكبر وتشتغل هيبقى ليك الكارير المادي، يعني الكارير المادي ليك
وهيبقى ليك كل حاجه خاصه بيك، وهتعمل وهتعمل وهتعمل. هنا ده بين قوسين كده اسمه التشجيع، التشجيع الذاتي. عشان كده احنا بنقول برضو، ارجع اقول نفس الاحصائيه اللي بتقول ان تكوين الشخصيه الكامل للطفل بيتكون من اول 3 لـ5 سنين في عمره. انا كنت لسه هسال دكتور محمود، هل يا دكتور دلوقتي طب انا ما زرعتش ده في ابني وانا صغير، او انا كنت بقوله بس ما كنتش بسترس او بتكع السين كده زي فيلم احمد حلمي. طيب دلوقتي انا خلاص ابني كبر على العاده دي وبقى ياخد من ورايا، او بقى يعاند معايا فيضايقني او يستفزني، او يشوف ايه اللي بيضايقني ويعمله، او ما يسمعش كلامي، او انا حر اعمل اللي انا عايزه، في السن ده بقى انا اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ رقم واحد، انا المكالمات اللي بتيجي بتزرع عندي اسئله كتير قوي. يا جماعه احنا بنربي ليه؟ ده لازم انا ابقى مدرك. احنا لما كده خلاص بخلف يعتبر الفقره قربت تخلص، ففي السريع بقى ندي طيب الكبسوله بسرعه. طيب الكبسوله رقم واحد، لازم تفكر كويس قوي انت لما بتربي بتربي ليه؟ ولازم تفكر وانت بتربي بتربي على ايه؟ ولازم هو دلوقتي قارن نفسه باصحابه ان هم بيصرفوا اكتر منه، لان انت في الاول قارنته برضه باصحابه او بقرايبه، شايف صاحبك جاب كام، شايف انت جبت كام، شايف صاحبك اشطر منك، شايف انت، انت علمته المقارنه فهو بيردها لك بالمقارنه. المقارنه دي كارثه من الكوارث اللي موجوده في التربيه. فانا لازم اسال نفسي الاسئله دي ورتبه معايا الاسئله دي، ولو في حد معاه ورقه وقلم استاذنكم يكتب الاسئله دي. رقم واحد، بتربي ليه؟ رقم اتنين، بتربي على ايه؟ يعني انا هربي ليه، هربي على ايه؟ رقم 3، ايه الطريقه الاولى ولا الطريقه الثانيه ولا الطريقه الثالثه اللي ممكن توصل بيهم للهدف اللي انت عايزه. ولكن كل الحاجات العشوائيه اللي احنا بنتربى عليها بنتربى عشوائي فهيطلع لنا نتائج عشوائيه، بنربي عشوائي فهيطلع لنا نماذج محروقه. انا اسف، نماذج المجتمع اللي موجود دلوقتي بنسبه 90% محروقه. طيب دكتورة إيمان، آخر بقى كلمة ليكي كده تقولي لنا، الطفل العنيد حله إيه؟ الثواب والعقاب. الثواب والعقاب بمعنى؟ أنت النهاردة، أنا صاحي الصبح أنا كطفل صغير مش عايز أروح المدرسة، ماما بتقولي لا حبيبي لازم تروح، مش هروح المدرسة، خلاص ما تروحش مفيش مشكلة، بس خلي بالك أنت لو ما روحتش هيحصل 1 2 3. الواحد اتنين تلاتة دول لازم يكون هو نفسه مدركها. بمعنى ايه؟ انا عارف ان انا النهاردة لما روحتش، فاولا اول حاجة هتعاقب بيها الحاجة الاطفال كلهم دلوقتي بيحبوها، هي ايه؟ السوشيال ميديا او الفيسبوك او الالعاب. مفيش موبايل، مفيش مصروف لمدة 4 5 ايام، انت بقى ممكن يعني اي مدة انت شايفها براحتك، دي بقى يعني حاجة مفتوحة. طيب الحاجة التانية، لو انت النهاردة ما روحتش انا هكلم الميس اقول لها ان مفيش مبرر لغيابك، فبالتالي هيبقى في مشكله مع اصحابك بكره، هحرجك قدامهم. هو اوريدي هتلاقي ان شكله قدام الناس اهم بكتير جدا من شكله قدام للاسف. وقت فقرتنا خلص، بس احنا هنبقى لينا حاجه قبل الفقره ما تنتهي. عايز اقول حاجه صغيره في السريع، مش تاخد 30 ثانيه. 30 يعني دي هنفتح بيها الحلقه اللي هتيجي المره اللي جايه باذن الله. بلاش نعلق اي اخطاء في الدنيا على اي شماعه، لا شماعة الأهل ولا شماعة البلد ولا شماعة ولا أي شماعة تعلق عليها أخطائك. خلي دايما أخطائك أنا اللي مسؤول عنها، بما إن أنا غلط إذن أنا المسؤول. قال الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني لو كل واحد فينا اهتم بنفسه رقم واحد، طور من نفسه تمام، ثم الأسرة، الموضوع بالنسبة لك هيختلف. بشكركم جدا دكتورة إيمان ودكتور محمود، وإن شاء الله إحنا يبقى لينا سلسلة حلقات في موضوع التربية دوت، لأن بيهم قطاع كبير جدا، وهنتكلم في حاجات تانية كتير جدا، لكن في الحلقات الجاية. نورتوني النهاردة، انتظرونا بعد الفاصل ومعانا مفاجأة حلوة قوي.